على ذكر الرأي العام، بقالي كام يوم بقول لكم أنا مبسوط جدا إن عندنا رأي عام واعي، عندنا رأي عام بيسأل، رأي عام بينتقد، رأي عام عنده اهتمام بالشجرة، بالأثر، بالمكان، بالشارع. دائما يعني يتخيل الناس ان علشان الشعب مشغول في الاسعار والى اخره، ولكن لن يهتم بشجر. لا، الشعب المصري يهتم بحديقه، يهتم بمشهد جمالي، يهتم بقبه، لانه مصر عقل، مصر عقل. فالنهارده لما بنتكلم على حديقه الأرمان اللي هي موجوده من ايام الخديوي وكانت معموله 1800 وحاجه علشان تجمع النباتات وعينات النباتات اللي في مصر وفي العالم. يعني انت كنت المفروض حديقة الأرمان دي معمولة علشان تكون حاجة علمية، يعني الناس تنبسط وتسعد وكل شيء، وفي نفس الوقت ده النباتات دي من الحتة الفلانية، النباتات دي بنعمل عليها أبحاث والآخر. الناس على طول أول ما لقوا هناك حفر، هناك إزالة لبعض الأشجار، الصور تداولت، ابتدت الناس تقول إيه الحكاية؟ هو أنتوا بتهدوا الجنينة؟ أنتوا بتعملوا إيه في حديقة الأرمان؟ حديقة الأرمان دي قدام جامعة القاهرة، قدامها من الناحية التانية حديقة الحيوان بالجيزة اللي هي أيضا بيتم تطويرها الآن. فالناس الصبح شافت هذا العمل إنشائي، هذا العمل الزراعي، فابتدت تسأل انتوا بتعملوا ايه في حديقة الأرمان، وانتوا بتقطعوا الأشجار، انتوا بتزينوا، هذا أمر عظيم، وده رأي عام حي غير متوفي، وشيء جيد جدا ان حضرتك تسأل. دوري انا بقى بحاول من الصبح ان انا اخد كل تساؤلات حضراتكم دي ونفهم ايه الحكاية. ابتدينا نفهم أن هناك تطوير في هذه الحديقة، وأن هناك شيء يحدث، إنما إيه هو؟ مين اللي بيعمله؟ إيه الحكاية؟ معانا الدكتور بيدرو سوتو، خبير النباتات والمسطحات الزراعية لشركة وورلد وايد زو، الاستشاري لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان. ما هي حقيقة قطع الأشجار في حديقة الأرمان؟ ايه الحكاية وايه الموضوع؟ دكتور بيدرو، هل في البداية بعد التحية نستطيع ان نعرف ماذا يحدث في حديقة الأرمان بالجيزة؟ مرحبا، مساء الخير وشكرا لاستضافتي. اولا اولا اود ان اقول نحن لا نقطع الأشجار، نحن نعلم القيمة العظيمة التي تملكها هذه الأشجار والتي تمثلها للمواطنين المصريين، وأيضا وهذا جزء من عملنا أن نعتني بتلك الأشجار، ونحن نحاول أن لقد قمنا بعملية تكويد لعدد من الأشجار من 4000 ل 5000 شجرة، ولدينا أنواع مختلفة من الأشجار، وبالتالي كل الأشجار يتم حفظها ويتم الاعتناء بها. والمنهجية التقنية التي نتبناها تعتمد على أننا نقوم بتجديد ورفع كفاءة الحدائق، ونحن نحافظ على الأشجار. كل الترتيبات التي تتم وكل العمل الذي نقوم به داخل حديقة الأرمان يتم دون تدمير أي أشجار. قمنا بإعادة الأوضاع الخاصة ببعض الأشجار، وهذا للحفاظ على الشكل الجمالي للحديقة. وبشكل أساسي نحن نقوم بعمل دوائر حول الأشجار، ونحاول أن نحافظ على أغلب الأشجار وعلى جذور هذه الأشجار والجذور السنوية أيضا، ونحاول أن نقوم برفع الأشجار ونضعها في المكان المناسب في موضع أفضل. دكتور بيدرو
بيدرو، هل هناك إزالة لأي أشجار، قطع لأي أشجار؟ لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة للمواطن المصري أن يعرف، يعني هل هناك أشجار اكتشفتم أنها غير صالحة سيتم نقلها، أم أنكم تحافظون على كل الثروة النباتية الموجودة في هذه الحديقة العظيمة؟ نحن نحافظ على كل أشجار الحديقة، وبشكل أساسي ما نقوم به هو أن نقوم بعلاج فني للأشجار، ونقوم بتهذيب أفروع هذه الأشجار، وإذا ما أردنا أن نغير موضع بعض الأشجار فإننا نقوم بهذا العمل بكل الحرص، ويتم هذا داخل الحديقة نفسها، ولا يتم إزالة أو محو أي أشجار أو إخراجها من الحديقة. وبالتالي في هذه الحالة فإن البشر يتابعوننا ويشاهدوننا، قد يشاهدون عملية رفع للأشجار، لأن كان هناك أيضا بعض الأشجار التي كانت ليست في حالة جيدة. هذه الأشجار تعتبر جزء من البيئة. أعطني تقييمك العلمي لهذه الحديقة العظيمة، يعني عندما شاهدت هذه الحديقة ما هو تقييمك لها؟ أولاً الحديقة الرائعة، ونحن مدركين تماماً لأنها تمثل أهمية خاصة للشعب المصري، وهي تعتبر رئة للعاصمة، وتحتاج لنعاية وزيادة التنوع داخل هذه الحديقة، أعني التنوع النباتي. وبالتالي فإننا نقوم بكل هذه الجهود وكل هذه الأعمال في محاولة للحفاظ على تلك الأشجار، ولدينا معايير دولية نتبعها لإدارة العمل الذي نتعامل به مع الأشجار والتي نعيد موضعتها داخل الحديقة. ولكن للتأكيد أكثر، قمتم بإزالة بعض الأشجار الهالكة أو غير اللازمة أو غير الصحية، يعني عشان الناس، من أجل أن يفهم الناس حقيقة العمل أو طريقة العمل. نعم، بشكل أساسي أقول لك مرة أخرى، نحن نقوم، كان هناك الكثير من الأشجار الميتة قمنا بإزالتها، هذه الأشجار يجب إزالتها بالفعل، لأن يمكن أن يؤدي وجودها إلى دمار الأشجار السليمة التي هي بجانبها. وبالتالي هناك أيضا بعض الأشجار تم إعادة وضعها في أماكن أخرى داخل الحديقة. الأشجار التي لا تتداخل مع نظام التجديد الذي يتم في الحديقة لا يتم إزالتها أو حتى تغيير موضعها. نحن نحاول أن نحافظ على كل الأشجار السليمة حتى تستطيع أن تعيش مدة أطول. هل بالفعل قمتم بإخلاء مناطق معينة لوضع فيها مشاريع سياحية في المستقبل عند افتتاح الحديقة؟ يعني هل هناك مخططات لتغيير شكل الحديقة، تغيير الجغرافيا الخاصة بالحديقة؟ لا، نحن نحاول أن نزيل بعض الأشجار الميتة، ونحاول أن نعيد وضع الأشجار، ولدينا برنامج حفاظ نتبعه، ولدينا صور زراعية، ونقوم بإعادة توالد لعملية للأشجار التي في الحديقة حتى نستطيع أن تكون لدينا أشجار صغيرة ويكون لديها مساحة أكبر لتنمو. وبالتالي نحن نعيد التشجير داخل الحديقة بنفس الأشجار التي أصلاً هي موجودة داخل الحديقة.
الغرض من الحفر اللي موجود هل زراعة أشجار أم وضع بنية أساسية؟ يعني نحن نرى الآن أمامنا عدد من الحفائر، ما الغرض من هذه الحفائر؟ بشكل أساسي نحن نقوم بهذه العمليات لأن هناك أشياء يجب أن يتم عملها تحت طبقة الأرض. نحن نقوم بوضع أنظمة جديدة تحت الأرض، وبالتالي حتى يكون لدينا أنظمة ري صالحة لكل الأشجار في كل المناطق، وهذا النظام يتم تنفيذه في كل أرجاء الحديقة. هذه الأشجار تحتاج كميات محددة من الماء لكي تنمو، وبالتالي نحن نضع نظاماً جديداً للري. أيضاً أنكم تقومون بنفس العمل في حديقة الحيوان المصرية التاريخية. نعم، نحن نقوم بنفس المشروع في حديقة حيوان الجيزة. دكتور بيترو سوتو، thank you very much for your information and we hope that we will be there when you reopen this beautiful garden. Thank you very much. Okay, you're welcome to join us. مرحبا بكم لتنضم لنا، شكرا على استضافتي في هذه المقابلة.